السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ الفيديو ان شاء الله خلينا نصلي على النبي على افضل الصلاة والسلام. بالنسبة للناس اللي داخلة جيش وكده وراح تكشف، انا النهاردة موضوع النهاردة اتكلم عن 10 حاجات بتطلع اعفاء من الجيش، بتطلع اعفاء من الخدمة العسكرية. يعني هي لو عندك او كده بتروح بتقول لهم انا عندي كذا، هما بيدوك استمارة كده بتكتب فيها لو انت عندك اي حاجة تشتكي منها بتكتبها وبتتعرض عليهم هناك. لو ممكن تاخد لو حاجه جامده وممكن تاخد من عليها من هناك اعفاء، مش حاجه جامده ومش عارفين يحددوا تاخد ايه ولا لائق ولا اعفاء، بيحولوك مع حلمية الزيتون لجنه عليا، ودي انا عملت عنها حلقه هسيبها لكم تحت في الديسكريبشن عشان لو حد راح لجنه عليا ولا كده وحابب يشوف هو هيعمل ايه هناك وكده. تمام، ممكن من لجنه عليا يحولوك المعادي، ممكن من حلمية الزيتون يحولوك المعادي. دلوقتي هنتكلم على 10 حاجات دول. اول حاجه ضعف النظر، طبعا هناك ضعف النظر معروف ان هو بيخرج، بس طبعا مش كله، هم هناك ليهم مقاييس والقوات المسلحه ليها قوانين بتمشي عليها. ضعف النظر ده بيبقى بنسبه معينه عندهم، انا مش عارف هي كام بالظبط، بس لو انت خلاص يعني معمي مش شايف تقدر تاخد معاك برضو يعني حاجه يعني تخص الموضوع ده لو انت كاشف او كده، او عامل مثلا قرنيه، عامل اي حاجه من دي، عامل عملية في عينك، بتاخد ورق معاك بيثبت ده وبتشوف هناك، ممكن يطلعوك ممكن يحولوك لجنة عليا في حلمية زيتون برضو. فدي أول حاجة معانا النهاردة. تاني حاجة الضغط، برضو مش أي حد بيطلع من الضغط، هو بيطلع بس لازم تكون عندك الضغط مش مظبوط. لو أنت برضو معاك الضغط معاه سكر ده بيطلعك. تالت حاجة الربو، مرض الربو، أنا مش عارف ده مرض ولا حالة بصراحة. تمام، رابع حاجة أنا أولا أنا بكشف كده عشان أنا خلاص دفعتي داخل في شهر 4 الجيش أهو. تمام، فكل ده أنا عديت بيه فأنا بقول لكم عن تجربة. كمان رقم 4 أمراض القلب، ودي بقى أبرز حاجة فيها اللي هي المشاكل بتاعة الصمامات. يعني أنت مثلا لو أنت عندك حاجة في القلب وعندك حاجة في الصمامات بتاعة القلب دي بقى بيتعمل يعني اللي هو يعني حلها بتبقى جراحي عملية، فدي بتطلع إعفاء. بيبقى طبعا كل أي حاجة من دي، أي حاجة من الـ10 اللي هقولها، يا ريت وانت رايح بتاخد ورق يدعم الحاجة دي، يعني يقوم موقفك هناك، يعني ده إثبات إن أنا عندي كذا. ورق بقى، إشاعة، أي حاجة، تحاليل، أي حاجة خدها معاك. وكمان لو حولوك حلمية الزيتون أو المعادي خدها معاك برضه، لأن الدكتور بيشوفها هناك لما بتتعرض على دكاترة كبيرة وعلى مستشارين. تمام، الكبد والمرارة، طبعا الكبد كلنا عارفينه، اللي عنده مثلا الالتهاب في الكبد حال حاد او مزمن او اللي عنده مثلا فيروس بي او فيروس سي، دول بيحللوا برضه هناك وانت بتكشف. لو انت مثلا عندك حاجه من دي بيطلعوك برضه، خد معاك برضه حاجه تدعم برضه الحاجات دي. لو انت كشف قبل كده خد الحاجات بتاعتك معاك والاشاعات وكده والتحاليل. رقم 6 بعض انواع الكسور، تمام، مثل الكسر الغير ملتحم والمتشوه. يعني في ناس بتبقى مكسوره كده الكسر عندها مش ملحوم وفي تشوه كده، والشرايح والمسامير طبعا ماشي، بس بشرط الشرايح والمسامير، لان هو هناك اما تخش على العظام هيقول لك افرد ايدك قدام كده، ضم ايدك، افردها تاني، افرد صوابعك، ضم صوابعك، تمام، لف ايدك كده. هو بيعمل كده ليه بقى؟ عشان لو انت مركب شرايح او مسامير يشوف هل هي في اعاقه، يعني مثلا دراعك واقف على كده مش بينضم للاخر، او واقف على كده، او دراعك كده ما بيتفردش، فده كله بيطلعك اعفاء. لو دراعك لو الحاجه دي مش مؤثره على دراعك وعلى حركتها دي بتطلعك اعفاء. رقم 7 معانا النقرس، تمام. رقم 8 امراض الدم، وامراض الدم كتير طبعا، زي السرطان اللهم احفظنا، وزي الانيميا التي لا تعالج اللي هي الانيميا الحاده، وانا كان معايا واحد عنده انيميا حاده وطلع عارفها. تمام، رقم 9 الاضطراب النفسي، ورقم 10 الايدز. الايدز والفيروس بي وفيروس سي هيحللوا لكم هناك في اول كشف ليك، وهياخدوا منكم عينه وهيحللوا لكم وانت واقف، وهتاخد النتيجه بتاعتك وانت واقف، هيختم لك لو انت ما عندكش حاجه هيختم لك وهتاخد بعضك وتمشي. تمام، دي 10 حاجات دي اللي معروفه في القوات المسلحه وفي التجنيد اللي بتطلع اعفاء. في حاجات كتير طبعا، بس يعني دول اللي هتلاقي لما تروح هناك هتلاقي لوحه كده متعلقه بيهم. تمام، في طبعا حاجات كتير، يعني مثلا زي مثلا حد عنده خصيه واحده، او حد عنده فتحتين بول، الحاجات دي كلها بتطلع خالص كمان، يعني دي مضمونه كمان انها تطلعك.
حد مثلا عنده مثلا عور كبير. انا كان معايا واحد في التجنيد عنده عور كده كبير خالص كده، طلعه قفا. كان معانا الناس التخينة زيادة عن اللزوم، تخينة جامد اللي هي فوق 120 كيلو بيطلعوا. انا طالع من يعني كان معايا ناس برضو كان بتاع 15 واحد ولا حاجة تخان، كل اللي طلعوا قفا ما عدا 2 3 اللي هو وزنهم معقول شوية مش تخان قوي. التانيين بقى اللي طلعوا قفا دول فوق 120 و110 كيلو، حاجة يعني أحجام يعني. فدول طلعوا قفا. انا هسيب الفيديو بتاع علمية الزيتون تحت في الديسكريبشن، لو انت مترحل لابن علي او كده تقدر تنزل تشوفه وتشوف اللي هيعمل اللي هتعمله في اليوم ده وهتمشي ازاي وكده. بس دي كانت فيديو النهارده، يعجبكم ما تنساش تشترك في القناه عشان في فيديوهات تانية جديده، وفي فيديو ان شاء الله الفيديو الجاي هيكون عن الفلات فوت ان شاء الله. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.